الشيخ أثابكم الله تعزية النساء للنساء بما فيها من أن النساء أضعف من الرجال في حق المرأة أو الرجل على الاحتساب والصبر، وبما فيها من قد يكون فيها تبرج وخروجا أمام الرجال، فأيهما الأفضل، أن تخرج النساء لتعزي النساء وتعزي الرجال، أم الأفضل لها أن تبقى في بيتها؟ أن تبقى من؟ المرأة المعزية. نعم، على كل حال أولا يجب أن نعرف أن العزاء ليس تهنئة حتى يجتمع الناس عليه ويسهرون وربما يوقدون الأنوار وتجد المسكن كأنه في حفلة الزواج كما شاهدنا في بعض البلدان كما نسمع أيضا. العزاء المقصود به تقوية المصاب على الصبر، وتقوية المصاب على الصبر لا يكون في الأمور الظاهرية هذه والحسية، يكون بتذكيره باليقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن هذا من عند الله، وكما عز النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض بناته حين قال للرسول الذي أرسله إليها بعد أن أرسلته إليه، قال مرها فلتصبر ولتحتسب فإن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا العزم، فليس المقصود إظهار الفرح لنطرد الحزن، ما هو صحيح، هذه تعزية حسية فقط أو ظاهرية ما تعطي القلب يقينا وإنابة إلى الله ورجوعا إليه. التعزية أن نقول للرجل الذي غنه مصاب يا أخي اصبر احتسب، هذه الدنيا والملك لله، له ما أخذ له ما أعطى وكل شيء مقدر بأجل لا يتقدم ولا يتأخر وننصرف. فأصل هذا الاجتماع الذي أشرت إليه أصله غير مشروع، بل كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب. لكن لو طلبت شيخ أم أو زوجة أو أخت من أخ أن يوصلها إلى أهل الميت، هل أن ينصحها بالبقاء أو يلبي رغبتها؟ الأفضل إذا كان أهل الميت أقارب بحيث إذا لم تأتوا تعزونهم صار في نفسهم شيء، يذهب بها 5 دقائق ويقول لهم امشي ارجع هنا.